صدق أو لا تصدق. الطلاق عند الحيوانات. عالم الحيوانات عالم كبير تم تصنيفه لعديد من العائلات، وفي العاصمة الدنماركية تمت ملاحظة أن هناك احتمالية للحيوانات أن تتطلق أيضاً مثل الإنسان. هذه الملاحظة حصلت في حديقة العاصمة الدنماركية، حيث أعلنت الحديقة عن اقتراب زوجين من الدببة القطبية من الانفصال. الدببة هما إيفان الذكر ونويل الأنثى، وهما مع بعضهما منذ فترة طويلة، فقد كانا يتصرفان كزوجين بلا مشاكل. ولكن حديثاً تمت ملاحظة أفعال غريبة من نويل، حيث تبدو متوترة ودائماً ما تسبح ذهاباً وإياباً بعيداً عن إيفان، كما أن نفورهم من بعضهم أصبح أمراً جلياً، وذلك اتضح بسبب عدم اقترابهم من بعضهم البعض. هذا ما دفع الحديقة لتجهيز إيفان للانتقال إلى محمية أخرى يحصل فيها على زوجة جديدة للتكاثر. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.